السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أبنائي طلاب الصف الثامن في درس جديد من الدروس المصورة لمادة الرياضيات بعنوان تجميع الحدود المتشابهة لحل المعادلات الجزء الثالث، وهو الدرس الأول من الوحدة الثانية. أهداف الدرس: سوف نتعلم في هذا الفيديو أولا حل معادلات تتضمن تجميع حدودا متشابهة في أحد طرفيها، ثانيا فهم المواقف وتمثيلها بمعادلات. والبداية تكون مع ملخص المفهوم، حيث سنجيب عن السؤال الأساس في هذا الدرس: كيف تحل معادلات تتضمن حدودا متشابهة؟ فضلا عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال. شكرا على المحاولة، وإليكم الإجابة. لحل معادلة يجب عزل الحد الذي يتضمن متغيرا في أحد طرفيها، لذا عندما تتضمن المعادلة أكثر من حد يتضمن ذلك المتغير، يتم تجميع الحدود المتشابهة ثم استعمال العمليات العكسية وخواص المساواة لحل المعادلة وإيجاد قيمة المتغير. والآن ننتقل إلى التدريبات. تدريب 3 صفحة 84، عبر عن فهمه، فكر وثابر في الحل. في المعادلة 0.75s minus 5 over 8s equals 44، كيف تجمع الحدود المتشابهة؟ ولكن قبل أن تبدأوا في حل التدريب، إليكم بعض الأسئلة. كيف تحول الكسر العشري 0.75 إلى كسر اعتيادي؟ ممتاز. 0.75 equals 75 over 100، ونعلم أن العامل المشترك الأكبر للعددين 75 و 100 هو 25. إذن بعد التبسيط من خلال قسمة البسط والمقام على 25 نحصل على 3 over 4. ممتاز. وكيف تحول الكسر الاعتيادي 5 over 8 إلى كسر عشري؟ رائع، من خلال إجراء قسمة مطولة للعدد 5 على 8 كما هو موضح، فنحصل على 5 over 8 equals 0.625. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حله. شكرا على المحاولة، وإليكم الحل. الحدان 0.75s و 5 over 8s متشابهان، لذا يجب كتابة الحد 5 over 8s في الصورة 0.625s وطرحه من 0.75s، كما يمكن كتابة 0.75s في الصورة 3 over 4s وطرح 5 over 8s منه. وننتقل إلى تدريب 4 صفحة 84، طبق فهم. تتبع هيفاء وصفة لإعداد قالب حلوى، لديها 95 كوبا من الدقيق. ما عدد قوالب الحلوى التي يمكن لهيفاء إعدادها؟ ولنستعرض مع بعض المعطيات الواردة في هذا التدريب. لدى هيفاء 95 كوبا من الدقيق، ستقوم بإعداد عددا من قوالب الحلوى. ما عدد أكواب الدقيق اللازمة لخليط قالب واحد؟ أحسن، 2 and 2/3 كوب. وما عدد أكواب الدقيق اللازمة لزينة قالب واحد؟ رائع، 1/2 كوب. إذن أرسم مخطط الأشرطة لتبين العلاقة بين الكميات، حيث أن الشريط يمثل 95 كوبا. والآن افترض أن المتغير X يمثل عدد قوالب الحلوى، فما عدد أكواب الدقيق اللازمة لخليط X قالب؟ أحسن، يساوي عدد الأكواب اللازمة لخليط قالب واحد مضروب في عدد القوالب X، أي 2 and 2/3 X. وما عدد أكواب الدقيق اللازمة لزينة X قالب؟ رائع، 1/2 X. والآن أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال. شكرا على المحاولة، وإليكم الحل. استعملوا مخطط الأشرطة المجاورة لكتابة وحل المعادلة 2 and 2/3 X plus 1/2 X equals 95. والآن اكتب العدد الكسري 2 and 2/3 في صورة كسر اعتياد. ممتاز. نضرب المقام 3 في العدد الكلي 2 ونضيف إليه البسط 2، فنحصل على الكسر الاعتيادي 8/3. وهكذا نحصل على المعادلة 8/3 X plus 1/2 X equals 95. فما الخطوة التالية؟ أحسن، توحيد المقامات باستعمال المضاعف المشترك الأصغر. وما المضاعف المشترك الأصغر للعددين 2 و 3؟
رقم 6. إذن نضرب بس ومقام الكسر الاعتيادي 8 over 3 في 2، ونضرب بس ومقام الكسر الاعتيادي 1 over 2 في 3، فنحصل على 16 over 6 x plus 3 over 6 x equals 95. والآن جمع الحدود المتشابهة، وما المعادلة التي نحصل عليها؟ أحسن، 19 over 6 x equals 95. وباستعمال العمليات العكسية لعزل المتغير x، نضرب طرفي المعادلة في 6 over 19، النظير الضربي ل 19 over 6. وبعد التبسيط في الطرف الأيسر للمعادلة والطرف الأيمن، نحصل على h equals 5 times 6 which is equal to 30. وبالتالي يمكن لهيفا إعداد 30 قالب حل. والآن ننتقل إلى تدريب 12 صفحة 85. تدرب وحل المسائل. حل المعادلة الآتية: negative 3 over 5x minus 7 over 10x plus 1 over 2x equals negative 56. وقبل أن تبدأوا في الحل، إليكم بعض الأسئلة التوضيحية. هل يمكنك تجميع الحدود الثلاث في الطرف الأيسر للمعادلة؟ وضح إجابتك. أحسن، يمكن تجميعها لأنها حدود متشابهة تتضمن نفس المتغير x مرفوع للأس 1. والآن ما الخطوة التي يجب تنفيذها أولا قبل تجميع الحدود المتشابهة في هذه المسألة؟ وضح إجابتك. رائع، بما أن مقامات الكسور الثلاث مختلفة، يجب أولا توحيدها، وذلك بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر لها، ثم تجميع الحدود المتشابهة. إذن سؤال التالي: ما المضاعف المشترك الأصغر للأعداد 2 و 5 و 10؟ ممتاز، المضاعف المشترك الأصغر للأعداد 2 و 5 و 10 هو العدد 10. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من حل. شكرا على المحاولة، وإليكم الحل. بعد كتابة المعادلة الأصلية negative 3 over 5x minus 7 over 10x plus 1 over 2x، نضرب بسط ومقام الكسر الاعتيادي negative 3 over 5 في 2، ونضرب بسط ومقام الكسر الاعتيادي 1 over 2 في 5، فنحصل على negative 6 over 10x plus negative 7 over 10x plus 5 over 10x equals negative 56، حيث قمنا أيضا بكتابة عملية الطرح في صورة عملية جمع مع معكوس الحد الثاني. وما الخطوة التالية؟ أحسن، تجميع الحدود المتشابهة، وذلك بتجميع بسوط الكسور الاعتيادية الثلاث. وبما أن negative 6 plus negative 7 equals negative 13، و negative 13 plus 5 equals ممتاز negative 8، فإننا نحصل على negative 8 over 10x equals negative 56. والآن باستعمال العمليات العكسية لعزل المتغير x، نقوم بضرب طرفي المعادلة في negative 10 over 8، النظير الضربي للكسر الاعتيادي negative 8 over 10. وبعد التبسيط في الطرف الأيسر للمعادلة والطرف الأيمن، نحصل على x equals negative 7 times negative 10 which is equal to 70. وبالتالي فإن حل المعادلة هو x equals 7. والآن ننتقل إلى تدريب 13 صفحة 85. تدرب وحل مسائل. اشترى مقاول 8.2 متر سكوير من الصفائح المعدنية، استعمل منها حتى الآن 2.1 متر سكوير، وبقي لديه صفائح معدنية بقيمة 183 كاتريليان. اكتب معادلة وحلها لإيجاد سعر المتر المربع الواحد من هذه الصفائح المعدنية. أولا لنستعرض مع بعض المعطيات الواردة في التدريب. ما المساحة الإجمالية للصفائح المعدنية؟ أحسن، 8.2 متر سكوير. وما مساحة الصفائح المستعملة؟ رائع، 2.1 متر سكوير. وما سعر الصفائح المعدنية المتبقية؟ أحسن، 183 كاتريليان. وبما أن المطلوب هو رائع كتابة معادلة وأحلها لإيجاد سعر المتر المربع الواحد من هذه الصفائح، لنفترض أن المتغير P يمثل سعر المتر المربع الواحد من الصفائح، ونرسم مخطط أشرطة يبين العلاقة بين الكميات. فما السعر الإجمالي للصفائح؟ أحسن،
أضرب المساحة الإجمالية في سعة المتر المربع الواحد بي أي 8.2 بي، وما سعر الصفائح المستعملة؟ ممتاز 2.1 بي، وقيمة الصفائح المتبقية هي؟ أحسن 183 كاتاريريان. إذا عزيزي الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال. شكرا على المحاولة وإليكم الحل. باستعمال مخطط الأشرطة المجاور نكتب المعادلة 8.2p - 2.1p = 183، والآن جمع الحدود المتشابهة فنحصل على 6.1p = 183. وباستعمال العمليات العكسية لعزل المتغير p نقوم بقسمة طرفي المعادلة على 6.1، وبعد التبسيط في الطرف الأيسر للمعادلة ونقوم في الطرف الأيمن بضرب البسط والمقام في 10 لتحويل المقسوم عليه إلى عدد صحيح، ثم إجراء عملية القسمة المطولة كما هو موضح فنحصل على P = 30. ممتاز. إذا سعر المتر المربع الواحد من الصفائح المعدنية يساوي 30 كاتاريريال. والآن مع تدريب 14 صفحة 85، تدرب وحل مسائل. يعد فواز خليطا من المكسرات في متجره ويبيعه. هذا الأسبوع استعمل 3 over 8 مخزونه من الزبيب لإعداد خليط مكسرات عادي، واستعمل 1 over 4 هذا المخزون من الزبيب لإعداد خليط مكسرات مبهر. إذا كان مقدار ما استعمله فواز من الزبيب هذا الأسبوع يساوي 20 كيلوغرام، فكم كيلوغرام من الزبيب كان لدي في بداية الأسبوع؟ سؤالي، ما نسبة مقدار الزبيب المستعمل لإعداد خليط مكسرات عادي إلى مقدار مخزون الزبيب؟ أحسن 3 over 8. والآن ما نسبة مقدار الزبيب المستعمل لإعداد خليط مكسرات مبهر إلى مقدار مخزون الزبيب؟ ممتاز 1 over 4. وما مقدار ما استعمله فواز من الزبيب هذا الأسبوع؟ أحسن 20 كيلوغرام. إذا افترض أن المتغير X مقدار مخزون الزبيب بالكيلوغرام في بداية الأسبوع، ونرسم مخطط أشرطة يبين العلاقة بين الكميات. فما مقدار الزبيب المستعمل لإعداد خليط مكسرات عادي؟ أحسن 3/8x. وما مقدار الزبيب المستعمل لإعداد خليط مكسرات مبهر؟ أحسن 1/4x. وما المقدار الإجمالي للزبيب المستعمل في الخليطين؟ أحسن 20 كيلوغرام. إذا أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال. شكرا على المحاولة وإليكم الحل. باستعمال مخطط الأشرطة المجاور نكتب المعادلة 3/8x + 1/4x = 20. كيف نجمع كسور اعتيادية مختلفة المقامات؟ أحسن بتوحيد مقاماتها باستعمال المضاعف المشترك الأصغر للمقامات المختلفة. وما المضاعف المشترك الأصغر للعددين 4 و 8؟ ممتاز 8. إذن يكفي أن نضرب بسط ومقام الكسر الاعتيادي 1 over 4 في 2 فنحصل على 3/8x + 2/8x = 20. وبتجميع الحدين المتشابهين في الطرف الأيسر للمعادلة نحصل على 5/8x = 20. وما الخطوة التالية؟ أحسن أقوم بضرب طرفي المعادلة في الكسر الاعتيادي 8/5 النظير الضربي للكسر الاعتيادي 5/8، وبعد التبسيط في الطرف الأيسر للمعادلة ثم الطرف الأيمن نحصل على x = 4 × 8 = 32. إذا مقدار مخزون الزبيب في بداية الأسبوع هو 32 كيلوغرام. إلى هنا أعزائي الطلاب نصل إلى نهاية هذا الدرس. شكرا على حسن المتابعة والانتباه، وإلى اللقاء في درس جديد من دروس الرياضيات.